الله معكم يا أحباء. تأملنا اليوم من إنجيل القديس مرقس الآية الإصحاح 4 الآية 28، بتقول الآية: لأن الأرض بذاتها تأتي بثمر. بإحدى الأيام يا أحباء، بفترة دراستي باللاهوت، طلعت بأحدى المخيمات مع الشبيبة وطلب مني أني أعطي موضوع، فكنت كل يوم أبدأ بقصة صغيرة تمهد للموضوع. بتحكي القصة وبتقول إنه كان في غزال بحب يكون حصان، فكان الغزال كل يوم بيراقب الأحصنة البرية، تصرفاتهم، حركاتهم، ركضهم، ولكن هيدا الشيء ما كان مقبول عند الأحصنة. ليش؟ لأنه الغزال منه حصان. الحل الوحيد إنه يرجع يولد هيدا الغزال حصان. نعم يا أحباء، هاي القصة تشبه قصتنا كلنا. نحن ما فينا نكون خليقة جديدة إذا ما آمنا واعترفنا بالرب يسوع. هيدا الإيمان بخولنا إنه نكون أبناء الله وخليقة جديدة. بتقول الجملة الشهيرة بالطقس البيزنطي: أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم، المسيح قد لبستم. خلونا كلنا اليوم نتأمل بهيدي الكلمات ونتأمل إنه نحن بالمعمودية أصبحنا مسيحيين، وهيدي المسيحية تعطينا إنه نحن نشهد للرب يسوع، وأصبحت أجسادنا هي هياكل للروح القدس. خلونا نفكر بهيدي الأشياء ونوجه نظرنا دايما للرب يسوع، وإلى نفحة روحية جديدة. والله معكم.
سموح خالقي وربي ضوك يلوح في ظلام دربي فيك استريح يا سلام قلبي.